لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شاب مسلم سافر إلى بريطانيا ليكمل دراسته. تم دعوته من صديق له إلى الغداء، وكان من بين الأطباق يحمل لحم الخنزير. فلاحظ صديقه أنه لا يقرب من هذا الطبق، فسأله لماذا لا تأكل من هذا اللحم؟ فأجابه الشاب المسلم بأن المسلمون لا يأكلون لحم الخنزير وأنه محرم في الإسلام. قال له صديقه البريطاني إنه يعلم ذلك السبب ولكنه غير مقتنع به، فطلب منه أن يقدم له سببا آخر غير ديني لأنه غير مقتنع به. فقال له الشاب المسلم حسنا، أمهلني ساعة واحدة وسأذكر لك السبب. فقال له الشاب البريطاني أنا بانتظارك، وإن أقنعتني فأعدك أن لا أتذوقه مرة أخرى، لكن إن لم تجد سببا فستأكله معي. عاد الشاب إلى منزله وذهب يبحث على الإنترنت ليجمع الأسباب ليرد على صديقه، وبعد ساعة أرسل له جوابا على سؤاله. صديقي العزيز، لقد تحديتني على أن أجمع لك سببا واحد مقنع لتحريم الإسلام للحم الخنزير، ولكن وجدت 10 أسباب تحرم لحم الخنزير فضلا عن السبب الديني. اقرأ رسالتي وستعرف السبب في هذه الصقور القليلة. اكتشف العلم في العقود أو السنين الأخيرة أمورا كثيرة عن لحم الخنزير، وإن لم يحصل أي مرض لناس كثيرة نتيجة أكل لحم الخنزير، ولكن العلم ينظر إلى الحالات القليلة حتى لو كانت حالة واحدة فقط، ثم بعد ذلك يأخذ العلم هذه الحالة ويعمم بعد ذلك على باقي الحالات الأخرى. الخنزير هو حيوان كسول ورمام يأكل كل شيء، فهو يأكل النبات والحيوان والقمامة والجيف وحتى فضلات غيره من الحيوانات، وهذا من أسباب قيام بدوره كبير في نقل أمراض عديدة إلى الإنسان. أما لحم الخنزير فهو يصعب هضمه على المعدة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، أعلى من دهون أي حيوان آخر، ولذلك يصاب آكل لحوم الخنزير بأمراض أكثر من غيرهم مثل حصوات المرارة وتصلب الشرايين وأمراض القلب. وهنا بعض ما توصل له بعض الباحثون، فقد توصلوا إننا نستطيع تغيير الكثير من التصرفات بتغيير وجبات الطعام، فقد وجدوا أن الناس الذين يتناولون طعاما غير صحي فإنهم يرتكبون المخالفات القانونية أكثر من الذين يتناولون الطعام الصحي المعتدل. وقد وجد أنه في مراكز رعاية الأحداث أن زيادة الفواكه والخضار على حساب السكريات والمشروبات الغازية تجعلهم أكثر استجابة للقوانين، ووجد أن كثرة اللحوم في الطعام تجعل الإنسان أكثر غلظة وقسوة. الخنزير، نعلم جميعا أن الخنزير يعيش ويتناول القاذورات، ذلك بالإضافة إلى أنه حيوان لا يهمه ما يفعله الذكور الآخرون بأنثاه، فهو على عكس باقي الحيوانات الأخرى التي تدافع باستماتة عن أنثاه. في بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجد أن الحيوانات التي يتم إطعامها بإطعام به كميات كبيرة من الدهون المستخلصة من حيوان الخنزير توجد زيادة كبيرة في نسبة الإصابة بسرطان القولون والثدي. أما بالنسبة للإنسان فقد وجد أنه بزيادة دهون الخنزير تزداد سرطانات القولون والثدي والبروستاتا والرحم والمستقيم، أي أنه مرتبط بالإصابة بنسبة كبيرة من أمراض السرطان. وكما نعلم فإن الخنزير لديه كمية كبيرة جدا من الدهون والتي تتداخل بصورة كبيرة مع اللحم ويصعب جدا فصلها عنها. بالطبع لم يقرر الإسلام إعدام الخنازير ولا يجوز إعدامها حتى ولو كانت كما يقولون ناشرة للأمراض، خاصة ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، والمطلوب في هذه الحالة أن يتم عزلها في مكان بعيد عن الناس في الأماكن المخصصة لها، ويتعامل معها فقط الناس المخصصة للعمل بهذه الأماكن والذين يخضعون لنظام طبي معين، فتلك الأمراض تنتشر سواء كانت الخنازير موجودة أم لا، فهذا المرض إما عقابا للبشر أو ابتلاء لهم، وإعدام الخنازير لا محالة من ذلك، ولا يمكن يباح أكل أحم الخنزير في حالة المجاعة،
وعدم وجود أي طعام غيرها، كما قال تعالى بسورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هناك أديان أخرى تحرم أكل الخنزير بالفعل، مثل اليهودية فهي تحرم أكل الخنزير، ويقال أن النصرانية تبيح أكلها، ذلك حسب وجهة النظر القائلة بأنه لا توجد تشريعات في العهد الجديد بالمأكولات والمشروبات. وهناك وجهة نظر نصرانية أخرى تحرمها، وذلك من خلال اتباع يسوع للشريعة الموسوية.